السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسين من فريق عمل تريبل مارس. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتكلم عن الإعدادات أو السيتينج التي يجب أن أقوم بها على حسابي في تريبل مارس. للدخول إلى الإعدادات أو السيتينج نضغط على هذه الأيقونة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتكلم عن البروفايل سيتينج. للبروفايل سيتينج نضغط على يوزر بروفايل. في هذه الصفحة يجب أن تقوم بملء المعلومات الخاصة بك للحصول على الفواتير في آخر الشهر عن كل مبلغ قمت بأدائه لتريبل مارس، سواء من البالانس أو للسبسكريبشن. هذه في صفحة اليوزر بروفايل، فقط قم بملء هذه المعلومات الخاصة بك من دولة، مدينة وكل شيء يخصك. ونذهب إلى السبسكريبشن. كما قلت لكم من قبل، فهذه هي الفواتير التي تكون على التي تقوم تريبل مارس بإعطائها لكم في آخر الشهر بالنسبة للسبسكريبشن. نذهب إلى السبسكريبشن بلان أو My Subscription Plan. كما قمت بشرح في الفيديو الأول، Subscription Plan من خلالها تختار البلان الذي يناسبك على حسب عدد حسابات إيباي. إذا كنت توفر على أكثر من حساب على إيباي، أو على حسب المنتجات التي تريد وضعها على إيباي. وتبدأ من ستارتر بلان الى الفي اي بي بلان، ولكل بلان مميزاته الخاصة كما نرى في هذه الصفحة.